امبارح كنت بقرا كده في على السوشيال ميديا الحقيقه، فلقيت حد كاتب القيمه التسويقيه للمباراه قلت. بصراحه انا قعدت يعني، طبعا المباراه ما بين اهلي وزمالك غير ما بين الاهلي واي حد تاني، طبعا دي الواحد لازم يقرها، ولكن قيمه التسويقيه ايه اللي قلت؟ الجرار موجود، الجرار موجود، النادي الاهلي لو تفتكروا في اول السنه كده من خلال البيت الكبير قلت لحضراتكم ايه؟ قلت لكم يا جماعه النادي الاهلي هو الجرار اللي بيجر، يعني حاجه معروفه مصر كلها والعالم العربي كله عارف ان النادي الاهلي هو جرار التسويق في كل حاجه، في كره القدم المصريه على الاقل، وفي الافريقيه كمان، وفي العربيه كمان. شوفوا الاهتمام بيبقى عامل ازاي في كاس العالم بالانديه في وجود النادي الاهلي طيب فانا بقول لحضراتكم جرار موجود في المباراه، يجي اللي يجي. بيراميدز فريق له قيمته وكبير طبعا وكل حاجه، نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجه، ولكن الجرار النادي الاهلي هو كل المكنه اللي بتدور كل حاجه وبيمشي وبيجر الناس كلها وراه. انا لما قلت كده في اول السنه الناس قعدت تتريق ويعملوا اهو هم دول، ما هم هو النادي الاهلي ليه هو الجرار؟ عشان هو 80% من الشعب المصري بيشجعوا النادي الاهلي، او 70% يا سيدي، 75% من 70 ل 75% يعني هم اللي بيشجعوا النادي الاهلي. عشان كده اي شركه تسويق تتمنى وجود النادي الاهلي في اي مباراه، النادي الاهلي. طب الكلام اللي انا بقوله ده كلام مجرد كلام؟ لا مش مجرد كلام، ارجع لعقود الرعايه وشوف عقود رعايه النادي الاهلي وشوف عقود رعايه اي نادي تاني، هتعرف الفرق ما بين وجود النادي الاهلي في اي مكان وعدم وجوده في اي مكان. هما الجمهور، هو طب بلاش، اسهل حاجه ارجع لحجز التذاكر وشوف نادي الاهلي مع اي نادي تاني وشوف، هما دول الاساس، هما دول اللي بيعملوا قيمه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي اللي هو جمهوره، جمهور النادي الاهلي. دي لقطات الحقيقه في لبعض المشجعين والمحبين. هات لنا افتح لنا يا عم الصوت ده، طبعا الصوت يا راجل، صوت انا ايه؟ صوت الناس. اتفضل اتفضل، سمعنا سمعنا، انا هسكت. حاجة في الدنيا ان انت تشوف هذا الجمهور الرائع وهذا الجمهور الكبير دائما يكون متواجد مع النادي الاهلي. يعني طبعا اللي موجودين مش جمهور كبير، انا اقصد الجمهور الكبير اللي موجود في كل حته في العالم العربي وفي افريقيا وفي في مصر يعني. فحاجه جميله جدا، اطفال وسيدات ورجال كلهم بيحبوا النادي الاهلي، من الواضح يعني ان كلهم بيحبوا النادي الاهلي من قلبهم زي ما حضراتكم شايفين، ومنتظرين تمرين النادي الاهلي. سمير عامل لنا شغل جامد اهو ما بين الجمهور اللي في المباراه السابقه يعني وجمهورنا اللي متواجد. الحقيقه كل التحيه لجمهور النادي الاهلي اللي متواجد في كل مكان. اوعوا اوعوا تسمعوا للكلام اللي بيتقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، خدوا بالكم الحمله اللي معموله و الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده معمول من كلهم بعض من لا يشجع النادي الاهلي، باستثناء طبعا ناس منتميه للنادي الاهلي، كل واحد فيهم ليه رايه، ما عنديش مشكله ان انت تقول رايك، ولكن اذا كنت بتقول رايك لازم تكون قاري لوائح صح وبتتكلم عن لوائح. انا لما اتكلمت والله لم اتكلم الا بكلمه الحق فقط من خلال لائحه، لازم نبعد كل الاغراض الشخصيه وكل الاغراض الاخرى، لكن في النهايه خلاص اللوائح هي اللي بتتكلم، مش اسلام ولا جمهور الاهلي ولا النادي الاهلي ولا لجنه الانضباط ولا لجنه لا، جمهور الاهلي الحمد لله والشكر لله ثقته كبيره جدا جدا في مجلس ادارته،
ثقته كبيره جدا جدا في اعلامه، اعلام النادي الاهلي، ثقته كبيره جدا جدا ان احنا كلنا لما بنبقى واقفين مع بعض بندافع عن اسم نادينا، كيان نادينا فقط لا غير، مش حاجه تانية. وبنتكلم دائما على حق مش على باطل. انا بشكركم طبعا على الكلام اللي حضراتكم بعتنهولي وكاتبنهولي على السوشيال ميديا، لكن والله انا لا انتظر هذا. انا ده انا بتكلم لان انا واحد من المشجعين، انا ما بعرفش اروح ماتشات يا جماعه، انا واحد من الناس اللي ما بعرفش اروح ماتشات اهلي، مش عشان انا ما اعرفش اخش، لا عشان انا يعني بتنرفز وبتعب وبتاع. ف يعني وانا بلعب ما كنتش كده والله العظيم ثلاثة. فانا لما بتكلم انا متضايق من الناس اللي بتتكلم، وكلهم اخواتنا ما عنديش مشكله، ممكن يرجعوا في كلامهم تاني بالمناسبه لما يعرفوا ايه الصح وايه الغلط، ما عنديش مشكله ان انت ترجع في كلامك. وعلى الجانب الاخر، اللجنه القانونيه في وزاره الشباب والرياضه انتظرت لحين الفصل في لفصل القضاء في موضوع نادي اخر، اشمعنى لما النادي الاهلي قدم لم تنتظر؟ كل ده اعتقد، ودي رساله للوزير اشرف صبحي ان هو يشوف هذا الامر، ليه حصل كده؟ مهم جدا 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 الفتره اللي جايه جمهور الاهلي ومجلس ادارته، والحمد لله والشكر لله زي ما انتم شايفين الفرقه في حته، وكل اللي بيحصل ده اعلام النادي الاهلي كله واقف مع بعضه، جمهوره، كل حاجه الحمد لله حلوه وزي الفل وماشيه كويس جدا. ربنا يكرمنا ان شاء الله، عندنا مباراه صعبه جدا 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 يوم الجمعه، عندنا مباراه صعبه يوم الجمعه. اذا بصيت للجدول هتلاقي بيراميدز في المركز الثاني والزمالك كان في المركز الثالث او الرابع، فبالمراكز كده تقول ان بيراميدز اقوى، لكن طبعا مباراه اهلي وزمالك بتبقى مختلفه في كل شيء الحقيقه. يعني انا ما لعبتش ضد بيراميدز، ولكن لعبت ضد الزمالك كتير، مباراه اهلي وزمالك مختلفه. فان شاء الله هذه المباراه ليوم الجمعه ربنا يكرمنا بطوله جديده تضاف لبطولات النادي الاهلي، يا رب ربنا يكرمنا بيها في ظل هذه المباراه الصعبه.